أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في مادة اللغة والأدب وفي شرح لما سيتم عرضه في الوحدة الثانية وهي بعنوان الليل والنهار. إذن قبل أن نبدأ لابد من ذكر الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الفيديو. الأهداف: بيان المفاهيم التي سيتم التركيز عليها خلال هذه الوحدة وكيفية ربطها مع موضوعات الوحدة، ثم توضيح موضوعات سيتم شرحها خلال هذه الوحدة. دعونا بداية أعزائي الطلاب نقوم بالتركيز على موضوع المفاهيم الرئيسية والمفهوم ذو الصلة. إذن إن المفهوم الرئيسي الذي سيتم التركيز عليه خلال دراسة هذه الوحدة هو التواصل، والتواصل أنواع، فقد تتواصل وجها لوجه وقد تتواصل إلكترونيا، فالتواصل أنواع والتواصل كيف سيتم تطبيقه من خلال هذا الموضوع الذي سيطرح وهو فن المسرح. أما المفهوم ذو الصلة هو الموضوع أو ضرورات الجمهور، خاصة أننا سنقوم بشرح فن المسرح وهو ما يعرض للجمهور لقضية معينة. السياق العالمي: العولمة والاستدامة، فهو عالمي ويطرح للجميع. وجملة البحث: يتواصل الكاتب مع جمهوره من خلال فن المسرح بطرح موضوعات تتضمن سمات عالمية مشتركة. وانتبه أن جملة البحث أعزائي الطلاب تتصل أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفهوم الرئيسي والمفهوم ذو الصلة والسياق العالمي، فقد قلنا التواصل مع الجمهور، التواصل المفهوم الرئيسي، والجمهور هو المفهوم ذو الصلة، من خلال فن المسرح وهو الموضوع، بطرح موضوعات تتضمن سمات عالمية مشتركة. موضوعات كانت مفهوم ذو صلة أيضا، وسمات عالمية مشتركة هو السياق العالمي الذي سنقوم بالتركيز عليه. كما تعلم أعزائي أو عزيزي الطالب أن الفنون الأدبية كثيرة، فمنها فن المسرح، فن الرواية، المقال، الشعر. ما سنقوم بطرحه في هذه الوحدة هو فن من هذه الفنون وهو المسرح. المسرح يتركز أساساً على الأداء والتمثيل، فيقوم مجموعة من الممثلين بتجسيد أحداث متسلسلة في قصة أو نص أدبي على مرأى من الجمهور أو المشاهدين ببث مباشر فوق خشبة المسرح، وهناك استعانة بالعديد من المؤثرات الصوتية والموسيقية والإيماءات والكلام لإضفاء طابع خاص على النص، فقد يأتي هذا الطابع حزين، قد يأتي درامي إلى غير ذلك. ولابد من الإشارة إلى أنه من الخطأ استخدام الكلمات الآتية: العرض المسرحي أو مسرحية للتعبير عن فن المسرح، فهناك فارق بين المصطلحات. المسرحية هي نص أدبي مقدم بواسطة أشخاص في خشبة المكان، أما المسرح هو المكان أو الحيز الواقعي الذي يتم فيه تمثيل الأدوار وتجسيدها. إذن دعونا نميز بين كلمة المسرح والمسرحية. المسرحية هي العرض، والمسرح هو المكان الذي يقدم فيه هذا العرض. أما بالنسبة لأنواع المسرح، فهناك المسرح المفتوح، فهناك عروض أزياء وعروض درامية. أما المسرح المرئي فهي تكون تؤدى فوق خشبة العمل المسرحي ويعتبر جزءا من الصالة. أما المسرح الدائري فهو المسرح الذي تنتشر المقاعد الخاصة بالجمهور على جوانبه الأربعة، وتكون خشبة المسرح في هذا النوع منخفضة قليلا لتتاح الفرصة للمشاهدين بمشاهدة العرض بوضوح. المسرح الأمامي، ويعد من أكثر أنواع المسارح انتشارا واستخداما، فتتمركز المقاعد في الجزء الأمامي من المسرح بحيث تقابل المقاعد خشبة المسرح، وهو من أفضل تصنيفات المسرح وأنواع. وقلنا أن المسارح أنواع من حيث الهدف، فهناك دراما وتراجيديا، وهناك دراما سوداء، كوميديا، ومسرح العرائس.
وهو مسرح العرائس، تكون أبطاله عبارة عن دمى، والمسرح الموسيقي والمسرح التجريبي والغنائي. إذن هناك كثيرا من الأهداف التي يقدمها المسرح. أما بالنسبة لعناصر المسرح فمنها صالة العرض، خشبة المسرح، والشخصيات والديكور، فكلها مؤثرة بالعمل الذي سيقدم للجمهور. خصائص المسرح: يجب أن نجذب انتباه الجمهور من خلال العناصر التي طرحناها سابقا، توفير بيئة وحلقة تواصل مناسبة بين الممثل والمشاهد بشكل مباشر، أي أقصد وجها لوجه، وعدم القدرة على تجاهل الأخطاء، كما أنه لا تتوفر أي فرص للإعادة لأن الجمهور موجود أمامنا. الحصول على ردود الأفعال والتغذية الراجعة بشكل مباشر، وبذل قصارى الجهد من قبل المؤلفين لنيل إعجاب المشاهد، تقديم المزيد من الثقافة لعشاق المسرح بشكل كبير، فيتيح الفرصة للقراءة في مختلف الكتب والموضوعات التي تتمحور حوله. تحدثت أعزائي الطلاب عن الفن الأدبي الذي سنقوم بتناوله في هذه الوحدة. أما مهارات اللغة العربية فأقوم بالتذكير بها: مهارة الاستماع، مهارة التحدث، مهارة القراءة، ومهارة القواعد والتراكيب اللغوية، ومهارة الكتابة. أذكر أن مهارة الاستماع حيث يستمع الطلبة فيها إلى نص، ثم يقيم تركيزه من خلال الإجابة عن أسئلة تقدم له من المعلمة. أما التحدث فيعبر الطالب عن موضوع يطرح إليه ويحضر له في حصة سابقة. سيكون هذا الموضوع مثلا في البداية عن أحمد شوقي، وهو كاتب مسرحية شريعة الغاب، حيث يتحدث أمام زملائه عن هذه المعلومات التي استخرجها باللغة العربية الفصحى. ثم القراءة الجهرية المعبرة، حيث سنقوم بقراءة مسرحية شريعة الغاب والتمثيل عليها، ثم استخراج وتفسير المفردات الجديدة والغرض من هذه المسرحية، وتذكر أن الغرض هو المفهوم ذو الصلة. ثم تقيم نفسك من خلال الإجابة عن أسئلة تحدد في الكتيب. وبالنسبة للقواعد، الآن سأذكر الموضوعات التي ستطرح في هذه الوحدة. والكتابة، حيث تطبق ما قمت بتناوله خلال هذه الوحدة كالهمزة المتوسطة أو المفردات الجديدة في الكتابة التعبيرية التي ستطلب منك. كنت قد مهدت سابقا بأن الفن الذي سنتناوله هو مسرحية، وهذه المسرحية شريعة الغاب لأحمد شوقي، ومن الصورة الواضح أنها ستكون على ألسنة الحيوانات. إذا يعرض فيها أحمد شوقي أسلوب شيق وبسيط، حوار على ألسنة الحيوانات، فتتباحث فيما أصابها من وباء الطاعون، وتسعى لإيجاد المذنب الذي حل بسببه البلاء ليقدم قربانا. وبهذه التضحية سيرفع السقف عن الجميع وتعود الحياة طيبة كما كانت. هذه المسرحية إسقاط على الواقع المعيش، حيث يجد الظلمة والطغاة منافذ وأعذار تبقيهم دائما تحت الحصانة، في حين يطبق القانون الصارم على الضعيف وإن غابت أدلة إدانته. فالأسد هو من يمثل الحاكم لأنه ملك الغابة، دعا للاجتماع مع حاشيته ومقربيه كالرعية، ومنهم النمر والثعلب والدب والذئب، وانظر كلها عبارة عن حيوانات قوية للنظر في تفشي مرض الطاعون في الغابة. ومما قاله: نحن اجتمعنا هنا حتى نرى في أمرنا، حل بنا الطاعون المرض الملعون، وقد رووا أن السلف خدما أسروا للخلف، أن الوباء يقرب من كل قوم أذنب. أما موضوعات الوحدة التي سنقوم بشرحها كما أخذت من كتيب اللغة والأدب، ستكون فن المسرح، أنواعه وأشكاله، خصائصه وأغراضه، كما قلت مسرحية شريعة الغاب، أسئلة تابعة لمسرحية تاجر البندقية ومسرحية تاجر البندقية،
أما بالنسبة للمهارات اللغوية ستكون الضمائر المتصلة، الفعل الصحيح في حالاته الثلاث الرفع والنصب والجر، همزتا القطع والوصل في الأفعال. ستقسم هذه القضايا أو القواعد بين الموضوعين تاجر البندقية وشريعة الغاب، كما سنأخذ الأفعال الخمسة. وستقدم لكم مقاطع مرئية عن الكاتب ويليام شكسبير، ومقطع المحكمة من مسرحية تاجر البندقية، ومقطع من مسرحية غربة، ومقطع عن الجشع لربطه بشخصية شايلوك. وهكذا أعزائي الطلاب، كنت معكم في أبرز ما سيتم تناوله خلال هذه الوحدة. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في دروس قادمة، وطبتم وطاب يومكم بكل خير ومحبة.